اسمحوا لي أن ألقي مقبلة والورشة الثانية. أعلن رسميا عن تنصيب الهيئة الوطنية للحملة الانتخابية للتجمع الوطني الديمقراطي لصالح المترشح الحر عبد المجيد تبون، والتي سأشرف على رئاستها والعمل مع أعضائها الحاضرين في هذه القاعة، وهم الإخوة والأخوات أعضاء المكتب الوطني، نواب الحزب في البرلمان بغرفته، أمناء المكاتب الولائية، المنسقين الجهويين للمرأة والشباب، وعدد من إطارات الحزب على المستوى المركزي. هذه الهيئة التي يقع عليها التنسيق ومتابعة أنشطة الحزب على المستوى الوطني والمحلي في إطار تنشيط الحملة الانتخابية للرئاسية المقبلة، وكذلك توحيد الخطاب السياسي للحزب خلال هذه الحملة وفقاً لبرنامج المترشح الحر عبد المجيد تبون.